ايه رايك في اداء محمد عبد المنعم؟ بص، اداء المدافعين كلهم كان، انا ليه بسالك يا محمد عبد المنعم؟ لكن محمد عشان بيلعب في المركز وهو بتاعي طبعا. بالظبط عشان مركزك وعشان هو اصغرهم سنا، وهو كان لاعب مفاجاه اصلا تواجده في القائمه وفي التشكيله الاساسيه. ادى مباراه طيبه جدا، ظهور نجم. بس برضو عايز اقول ايه، النجوميه ما بتتاخدش كده على طول. يعني انا عايز اقول ايه، حفاظا على اللاعب وعلى ان احنا قدام مشروع مدافع كبير. بالظبط، قدامنا مشروع بس نتعامل معاه بهدوء، ومطلوب منه ان هو يؤدي ويلعب بالافضل، لان هذا المركز بيتطلب حاجه واحده، هو الاداء الثابت. لانه لو اهتز شويه خلاص، صح، الخطا بمشكله، المشكله. فانا النهارده حته اللعب باداء في ثقة زيادة عن اللزوم بيأثر على مستوى اللاعب. لكن المدافع اللي عايز يقعد يلعب 10-12 سنة في المكان ده، لأن خلي بالك معدلات اللعيب في المكان ده بيبقى 7-8 سنين بالكتير، يعني لأن بيبقى فيه جهد عالي جدا. فلما يلعب حد 10-12-13 سنة مثلا في المركز ده، ده بيبقى لعيب غير طبيعي، سوبر يعني. فأنت النهاردة عشان إيه تشارك ويلعب المدة دي كلها ويقدر يحافظ على مستواه الفني بعد الأداء الجيد جدا اللي ظهر في المباراة كوت ديفوار، وبعد كده طبعا ظهر في الماتش اللي بعديه. ويعني أنا بقول إيه، طبعا يعني أنت يعني برضو مهم جدا عندك الونش كمان، الونش نفس الثبات وبنفس الجدية وبنفس الأداء وبنفس الإمكانيات. يعني أنت كسبت طبعا اتنين لعيبة في الفترة اللي فاتت، وده مكسب جميل جدا لمنتخب مصر، أن يكون عندك لاعب ما أخطأش أخطاء كتيرة، قام بدوره كمدافع. الحتة اللي هي فيها المنتومان والحاجات دي كلها كان واخدها، قاطع كور سليم. فكل الحاجات دي كلها طبعا بتبشر بأنه هو لاعب هيبقى على مستوى عالي جدا، هيحافظ على كده، هيلاقي نفسه من أحد النجوم. لو زود في أدائه وابتدى يبص للناحية الهجومية ويشتغل وكلام من ده، هيأثر عليه فنيا في مركزه. طيب، واحد من اللعيبة اللي كانت انتقدت في كثير من الأوقات وكان يتحمل كل الظروف الصعبة في الأحاديث اللي فيها انتقاد كبير، هو محمد النني. محمد النني من نجوم المباراتين، مباراه كوت ديفوار. بص، محمد النني لعيب طبعا تكتيكي عالي جدا ومطلوب وكل حاجه، بس انت عارف ايه، يعني كل واحد له مركزه الخاص. يعني محمد عمل مجهود اوفر يعني في الماتش، يعني جامد جدا، وكان فعلا مثال للاعب البروفيشنال اللي هو يؤدي اداء جيد جدا. اشتغل في الملعب كويس جدا، عمل شغل ضغط كويس جدا، قدر يعمل ترابط في نص الملعب هايل. ما هو انت النهارده مكسب دلوقتي اي فريق هو نص الملعب. لو نص الملعب فيه ترابط وفي حضور وتقريب الخطوط مع بعضها، بتبقى فيها نوع من انواع التقارب. ده بيعمل زي ما تقول توازن للفرقه، بيدي فرصه لانك انت تقدر تدافع وممكن تهاجم، يعني تعمل الواجبين. خط الدفاع بينضم مع خط نص الملعب، ونص الملعب بينضم مع خط الهجوم، فممكن تلاقي شغل في توازي، في خلق مساحات مع تضييق المسافات. فتيجي تبص تلاقي مثلا ايه، لو لعبنا في تلت الملعب مثلا، منتخب مصري بيقدر يعمل الهجمات المرتده بشكل جيد جدا. التقارب الخطوط بربط نص الملعب ده أفضل حاجة، فبيعمل لك توازن، سرعة في نقل الكورة سريعة لخط الهجوم، بيبقى قريب لو أنا حتى كملت وراه. لكن لما بتيجي بتلاقي فوارغ وبتعمل كرات طويلة مثلا للفراودة، وانت بتبقى عندك مساحة الخط نص الملعب مع خط الدفاع متأخرين شوية، فبيبقى عندك فرصة ان الكرة لما بتتقطع يقدر يعمل عليك كونتر اتاك ويشتغل عليك بمساحات سريعة، لان هو هيشتغل اسرع وانت هتبقى ضاغط عليه. يبقى انت فتحت له مساحة ان هو يشتغل على نص الملعب بعد ما ضربت خط الهجوم قدام. لكن
تكملة الخطوط مع بعضها دي كانت صفة من الصفات الجيدة جدا مع منتخب مصر. فعشان كده كل لعيب لعب بنسبة 80% من أدائه، كل واحد تعدى 80% من أدائه.